بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنرحب بيكم النهارده في يوم تاريخي، يعتبر هو يوم تاريخي في حياتكم، يوم تاريخي في حياه نقابه المحامين، لان اليوم ده يعتبر بالنسبه لكم مرحله جديده تماما بتبدا من النهارده، من يوم حلف اليمين. قبل حلف اليمين لنا صورة، وبعد حلف اليمين لنا مرحلة تانية اللي هي المرحلة الجديدة اللي احنا هنبدأ فيها، نبقى نقول لحضرتك يا أستاذ، ونقول لحضرتك يا أستاذة بعد أداء القسم اللي احنا هنحلفه النهاردة، عشان الموضوع برضه ما يبقاش ايه حاجات تلقائي كده ونروح ونيجي. لا لا لا، مش كده خالص. اليوم النهاردة ده يوم انت بعد ما تحلف اليمين هتبقى مسؤول مسؤولية كاملة، لانك انت انتقلت مرحلة، انت كنت طالب لغاية دلوقتي انت. فبعد ما هنخلص الحلف اليمين ده هتبقى مسؤول قدام القانون، هتبقى مسؤول قدام النقابة، هتبقى مسؤول عن كل ما يدور داخل النقابة. وطبعا قانون المحاماه، في قانون المحاماه، قانون المحاماه قانون خاص، في كل صغيره وكبيره اللي تمس المحامي واسره المحامي والمؤسسات اللي بيتعامل معها المحامي، كل ما يتعامل مع المحامي في الدوله قانون المحاماه منظمه، يقول لك حقك اهو واللي عليكم. فده القانون ده لازم اساسي، اللي مش هيعرف قانون المحاماه ويعيش قانون المحاماه كويس قوي مش هيبقى هيتعب في المحاماه. فعلشان كده اللي احنا بنقوله النهارده ده، وبنقول جلسه حلف يمين، جلسه حلف يمين دي شرط اساسي اللي هو اداء القسم، اللي هو جلسه حلف يمين. لو ما حلفتش أداء القسم كده باطل، كده باطل، عشان يبقى الكلام واضح. حتى احنا بنجيب ساعات في الامتحانات كده القيد ده ايه، عشان اعرف انت ايه، لان انت لو ما قصرتش ده قانون محاماه القيد بيبقى باطل. كل يعني الاساس حلف القسم، اساس حلف حلف اليمين. فعلشان كده اللي جاي النهارده احنا بنقول شوف احنا محتفلين بيكم ازاي، وعاملين لكم قاعه ما شاء الله ازاي، ومكان النادي المحامين في مكان شكله ايه. فطبعا لازم انت تعيش الكلام ده، لان اللي جاي ده بتاعك، ما هو كل الممتلكات اللي في النقابه دي بتاعه الجمعيه العموميه للمحامين، بتاعتنا، بتاعتنا كلنا، مش بتاعت حد، مش ما حدش بيديني حاجه. كل الميزانيه اللي عندنا اللي انتوا عارفينها وهتعرفوها دي كلها، كل ده الملايين دي اللي في البنوك دي ميزانيه نقابه المحامين من نتيجه اداء الساده المحامين حسب درجات قدرهم وحسب المحاكم اللي بيترددوا عليها. كل ده الايراد اليومي بتاعنا اللي احنا بندخله نقابه المحامين البنوك، عشان تبقوا فاهمين الايراد ده اللي حضرتك وانا وكلنا كده بنروح وبنتوزيع وبنترافع في المحكمه، كل واحد يترافع في المحكمه حسب القضيه اللي معاه وحسب درجه المحكمه اللي هو فيها القضيه نفسها. فده لازم نبقى احنا عارفينه، لازم نبقى احنا عارفينه. الايراد ده كله نتيجه عملنا احنا، نتيجه ادائنا احنا، النتيجه اللي احنا كل يوم بندخل ايراد للبنوك من الميزانيه بتاعتنا اللي احنا بنشتغل وبندفعها وتروح البنك كل يوم. فعشان يبقى الامور واضحه،
عشان يبقى الامور. طب احنا هنعمل ايه؟ لازم هتعمل ايه؟ نرجع لقانون المحاماه. لازم. علشان قانون المحاماه ده بيخليك انت من الشخصيه اللي ايه؟ يعني علم صافي. قانون المحاماه بس في حاجات ما مش قانون المحاماه في عقوبات بتسقط القيد وتمحو القيد. عارف يمحو القيد يعني ايه؟ يعني خلاص كانك ما كنتش محامي. يمحو لك محو قيدك من الجمعيه العموميه للمحامي. خلاص. فلازم يعني نبقى يعني عارفين لان احنا عندنا عقوبات تاديبيه يعني ايه؟ اكثر من قانون العقوبات يعني. فعلشان كده لازم نبقى عارفين اللي انا بقول عليه. طيب احنا النهارده بقى عشان احنا لسه استاذ يحيى هيتكلم بعدي. استاذ يحيى التوني وكيل نقابه المحامين ومن الناس اللي هم يعني ايه عايز اقول لكم من ساعه النقابه ما اتعملت هو عضو النقابه العامه ووكيل ومن ساعه النقابه ما اتعملت. صح. شخصيات محترمه قوي 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 وصعيدي عشان تبقوا عارفين يعني. بس احنا من الصعايده. فعلشان كده احنا عايزين النهارده تحديدا انت هتخرج محامي. احنا عشان تبقوا عارفين احنا انتوا بالنسبه لنا يعني ايه اللي احنا بنعده لكم؟ احنا بنعدكم لبكره محامين هتبقوا انتوا الجمعيه العموميه اللي جاي. انا كاداره هنا اداره المعهد والكلام ده انا عامل لكم نظام ما حصلش قبل كده. انت هتقف مطرحك مش هتقول الا بعد ما نخلص اداء القسم ومش هتقوم بعد اداء القسم. كل واحد قاعد فيكم في قاعه الجلسه يا استاذه ده قاعد برقم مسلسل 1 2 ده كله انت مش هتقوم من مطرحك ولا انت هتقوم من مطرحك. كارنيهك هيجي لك لغايه ما انت قاعد في القاعه دي. يعني ده ليه؟ لان احنا بنقول ان دي نقابه المحامين وان احنا لازم نعامل المحامين بالمعامله اللي تليق بيهم. المحامين دول اعلى مستوى في الدوله. اعلى مستوى في الدوله هم المحامين. وأعظم مؤسسة في الدولة هي نقابة المحامين. فعلشان كده لازم تحس بكيانك من أول يوم أنت داخل فيه النقابة. شوف أنت بتتعامل إزاي؟ وتتعامل بأسلوب شكوى إيه؟ كل الناس اللي موجودة في النقابة معانا الموظفين والإداريين والكلام ده كله دول مخصصين ليكم. دول شوفوا هو بيعملوا قد إيه من أول ما أعلنا عن اليوم بتاع النهارده ده. شوف الناس دي كلها بتعمل ايه لغايه ما النهارده وصلتكم المرحله كل حاجه جاهزه. انت بتحس بنفسك ومكانتك وقيمتك وانت في قفتك. لان كل الناس اللي في المؤسسات والموظفين والكلام ده كله ما بيتعاملوش كده. لا خالص. انت اول ما بتخش النقابه بتتعامل معامله محترمه. تماما في اي مكان بتتعامل معامله محترمه تماما في اي مكان بتحس بمكانتك وعظمتك وكبريائك مش كبريائك الغرور لا. فعلشان كده احنا لازم النهارده هتبقى بعد ما هنحلف الامور هتتغير تماما. طب احنا مطلوب مني ايه بقى قدام النقابه كل اللي بتعمله ده وقدام النقابة بنقول ان المحامين من اعظم الشخصيات الموجودة في المجتمع. بنقول المحامي متفرد عن كل شخصية موجودة في المجتمع. المحامي يعلم ما لا يعلمه غيره. محامي يعلم ما لا يعلمه غيره في المجتمع خالص. انت تعلم كل حاجة عن كل شخصية موجودة ايا كانت صفته ايا كان مركزه ايا كان مكانته. انت كمحامي شخصية عامة تعلم كل بواسطة الأمور اللي موجودة في المجتمع. رجل قانون
انتوا كلكم كده بتديروا الدوله، لان اداره الدوله القانون، اداره الدوله القانون، وهو الاستاذ احمد اداره الدوله هي القانون. كل مؤسسه في الدوله فيها اداره قانونيه، كل مؤسسه في الدوله فيها اداره قانونيه، كل اداره قانونيه لها اختصاص، كل إدارة قانونية لها قرار ملزم للجهة التي تعمل به. كل إدارة قانونية، لو النهارده لما نيجي في وزارة البترول مثلا بتتعامل مع الحكومة المصرية، مين بقى اللي بيعمل التعاقد ده؟ ومين اللي بيناقش ده؟ ومين اللي بيقول ده صح وده غلط؟ ومين اللي بيوافق على قرار والقرار بتاعه ملزم في حالة إذا كان القرار يطابق صحيح الواقع والقانون؟ يبقى هو القرار بتاع الإدارة القانونية اللي هو هيلتزم فيه الطرفين، لأنه هو القانون. يبقى احنا هنوافق، الحكومة هتوافق بعد رأي الشؤون القانونية. طب في ايه أكتر من كده بقى إن شاء الله؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني بالنسبة للمحامين؟ كل حاجة بالنسبة للمحامين. فعلشان كده لازم انت تتعامل على المستوى ده، ومش هنسمح انك تتعامل اقل من المستوى ده، ومش هنسمح انك انت النهارده، انا بأكد وبكرر وبقول تاني اهو، انت خارج النهارده بعد القسم لمرحلة جديدة تماما اللي هي كانت قبل ساعات، وهتبقى مسؤول مسؤوليه كامله قدام القانون، قدام نفسك، قدام المجتمع، قدام كل الجهات اللي انت تتعامل معاها، انت هتبقى مسؤول، واي حركه بتبقى بالنسبه لك محسوبه. مكانك اللي انت، التعامل بتاعك، اصحابك اللي بتقعد معاهم، الناس اللي انت تعرفهم، خلاص اللي فات ده انتهى، انما انت النهارده كل خطواتك معدوده، كل تصرفاتك معروفه. لانك انت، احنا بنقول، احنا مش احنا بنقول، ده الواقع اللي بيقول ان المحامين دول هم الصفوه بتاعت المجتمع. اما اقول المحامين، هو المحامين والمحاميات دول صفوه المجتمع. انت لما تيجي تخرج النهارده وانت خارج كده، شوف المجتمع هيقول عليك ايه وانت خارج بعد ما اديت اليمين، شوف هيقول عليك ايه. محامين كله بيعمل لك الف حساب. طب علشان كده يبقى لازم احنا في حاجات مش لازم نبقى ملتزمين بيها. انت عشان لما هتبدا بعد كده تحتك بالمجتمع، هتروح النيابه، هتروح الشرطه، هتروح المحكمه بعد ما تخلص المده الاولانيه دي، ماشي؟ هتتعامل مع الناس دي ازاي؟ هتتعامل مع الناس دي بشخصيتك اللي احنا بنقول عليها واللي انت موجود فيها واللي انت موجود بيها. خلي بالك مفيش حاجه، انا كرامه المحامي ومش ايه كرامه المحامي؟ هو المحامي ما عندوش كرامه؟ ده المحامي الشخصيه الوحيده في المجتمع اللي بيرد كرامته. ازاي انا هتقول كرامه المحامي؟ كرامه المحامي ما بخش النقابه، انا داخل النقابه شرط اساسي ان انا بتمتع بكرامه وشخصيه محترمه. كلنا جايين من عائلات محترمة، كلنا عارفين يعني ايه كرامة. ده بالعكس، احنا كمحامين الناس بتتعلم منا الاخلاق والاحترام والادب والعلم والقانون، بيتعلموا منا، احنا اللي بندرسه عملي، احنا اللي بندرسه عملي. فعلشان كده المحامي له شخصية محددة خاصة. لما يطلق المحامي، هو لو انت ماشي في الشارع وتشوفه لا هو ده المحامي، وانا مش عارفه هو محامي، المحامي انت ماشي المحامي ليه؟ لان في بالنسبه لها صفات معينه يعني هي تنفرد بيها، بس هو ده المحامي. المحامي اعظم شخصيه في العالم، مش انا من انا مش بنقول كده، لا، المحامي اعظم شخصيه في العالم، لأن المحامي في كل العالم رجل قانون. يبقى الصفة واحدة، يبقى شخصية عامة،
المحامي الوحيد شخصيه عامه. ليه؟ لانك انت محامي رجل قانون، انت لك صفه في كل الجمهوريه وفي خارج الجمهوريه. ليه؟ لانك انت محامي ورجل قانون، والقانون بيسمح لك انك انت، او هو اللي بيديك الصفه دي انك انت شخصيه عامه. فعلشان كده احنا من النهارده ان شاء الله بعد كده احنا هنسجل في معهد المحاماه. تسجيل المعهد ده كل واحد بيسجل في المعهد اللي فيه النقابه الفرعيه بتاعته. صح؟ عارفين دي ولا مش عارفين؟ مش عارفين. لا، احنا في حاجه اسمها معهد محاماه. خريجي جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهوري مجرد ما يحصلوا على زي ما انتم كده جيتوا النهارده، جيتوا عشان تحلفوا اليمين، بعد حلف اليمين بتروح تسجل في كل فرعيه انت تابع ليها في الدوره بتاعت معهد المحاماه. احنا دلوقتي بقالنا 9 أو 10 سنين بنشتغل في دائره المحاماه، معهد المحاماه. معهد المحاماه ايه؟ ده بنص القانون. معهد المحاماه بنص القانون. كل خريجي كليات الحقوق لازم يجتازوا المعهد المحاماه. معهد المحاماه ده 6 شهور. المفروض اكتر من كده بس احنا عملناه 6 شهور. 6 شهور ليه؟ لان انتوا خرجتوا من كليه الحقوق، اتخرجتوا. المفروض كل القوانين اللي موجوده في الدوله واللي تم تشريعها من الجهات المختصه اللي هي مجلس النواب، المفروض انتوا درستوها كلكم درستوها. صح ولا مش صح؟ ثابتين كده ليه؟ قال امال كنت بتعملوا ايه في الجامعه؟ بتعملوا ايه في كليه الحقوق؟ قال مش بتدرسوا القانون وانتوا كلكم كده رجال قانون؟ والناس بيقول لك انا ده كل ده المحامين وكل ده النيابه وكل ده القضاء او ما ده خريج الحقوق. ايوه، فعلشان كده احنا خلي بالكوا، ده احنا خرجنا دفعات ما شاء الله حاجه تفرح. احنا كنا بنتخرج، انا عندي دفعه دلوقتي شغاله 3000 محامي في القاعده اهي، المعهد في القاعده دي بتاع القاهره الكبرى في القاعده دي حوالي 3600 محامي. بكره ليه؟ بكره في معهد، خلي بالك بكره في معهد، ويوم الاحد في معهد، وفي كل المحافظات اللي موجوده فيها معهد. واحنا بنروح نفتتح الدوره بتاع المعهد، واحنا اللي بنروح ندرس في المعهد، واحنا اللي بنجيب محاضرات تدرس في المعهد، واحنا اللي بنمتحن حضراتكم لما تخلصوا الدوره بتاعت ال6 شهور علشان نقول ان انتوا محامين وانتوا فعلا خرجتوا من المعهد ده وانتوا تعايشتوا مع المحامين ومع المحاماه ولقيتوا رجال قانون ولقيت انت المحامي. ده حاجه مش هنتكلم فيها دلوقتي الا في المعهد بقى، لان انا لو اتكلمت هتكلم حاجات، فانا بتكلم حاجات حلوه قوي بس في حاجات يعني ما يصحش نتكلم. ماشي؟ ليه بقى؟ لان ال6 شهور دول مهمين جدا جدا جدا. اللي جاي جاي ما بتكلمش. ماشي؟ بس عايز يبقى محامي ولازم حقه علينا يبقى محامي، ولازم يبقى المحاماه دي، خلي بالكم المحاماه ما فيهاش كتاب يدرس، لا المحاماه فعل، المحاماه فكر، المحاماه علم، المحاماه فكر، المحاماه انتاج، المحاماه عرض، المحاماه سيناريو. المحامي ده الشخصيه الوحيده اللي بتنقل واقع حي تواجد على مسرح الواقعة وتعرضه على الجهة المختصة بنظر القضية. ده المحامي. والله ما سهل المحامي. بس ايه بقى الكلام ده؟ انت لما هتيجي هتتعامل ازاي؟
هتتعامل بواقع موجود انت عشته وتعايشته وعشته بكل جوارحك، وبتعرضه في اي وقت انت تستدعيه بتعرضه. ليه بقى؟ ليه؟ لان القانون قانون، والقانون في الكتب، وانتوا قريتوا كتب قد كده الكتاب، ماشي؟ انا بقول يعني الكتاب قد كده، خد الاجراءات قد كده، والعقوبات والقانون كده، حاجات كتير يعني. فعشان كده احنا بنأكد على معهد المحاماة. اللي انا بقوله في معهد المحاماة ده، احنا انا مقرر معهد المحاماة على المستوى العام، وانا اللي هتيجوا، واحنا اللي هنحدد لكم ميعاد الدورة بتاعتكم هتبدا امتى، واحنا اللي هنحدد لكم من يوم كام ليوم كام، واحنا اللي هنحدد لكم المحاضرين اللي بتحاضر معهد المحاماة. يعني احنا بنفس الوقت برضو مسؤولين عنكم مسؤولية كاملة لغاية ما نعدكم وتخرجوا للجمعية العمومية محامين ممارسين المحاماة. يعني الموضوع مش على قد احنا حلف، لا مش بحلفنا بقى، لا ده احنا مش حلفنا، ده احنا بنعد من بداية المعهد الست شهور دول. الست شهور دول احنا بنجيب محاضرين على انا بجيبهم على الدراسة، علماء فعلا، دكاترة في الجامعة، بس محامين ممارسين للمحاماة، علماء اللي انا بجيبهم بيدرسوا دول علماء. فعلشان كده الدفعات اللي خرجت بتشرفنا، بتشرف نقابة المحامين، والله بتشرف نقابة المحامين، والله القضاة بيقولوا لنا اللي انتوا عملتوه ده يعني بجد حاجة تشكروا عليها كويس جدا، لأن الدفعة اللي بتخرج دفعة محامين، الشياكة، اللبس، المظهر، كل ده، التعامل مع المحكمة، كل ده. الناس شوف بقى لما المحكمة تقول لك الكلام ده، شوف احنا في احنا في دار القضاء العالي، بس المحكمة تقول لك بيثنى علينا باللي احنا عملناه بالنسبة للمحامين. فعلشان كده احنا متمسكين بيه، واللي هيخرج عنه مش عايزينه، كلام واضح. محدش يجي عشان ياخد كارنيه ويمشي، لا، محدش يجي عشان ياخد بضائع علاجيه، لا، لان ده بيأثر عليكم، خلي بالكم. وانا قلت دلوقتي اهو ميزانيه نقابه المحامين من العمل اليومي وممارسه المحامين والحضور في كافه المحاكم ودرجاتها والدمغات اللي موجودة وأتعاب المحاماة وكل ده، كل الإيراد ده بتاعنا إحنا اللي بنجيبه وبنوديه البنك علشان ده الميزانية بتاعتنا. مين بقى النقابة بتصرفه على مين؟ على المحامين كلنا. بس إزاي؟ بتصرف وبتديك كل اللي أنت عايزه بالنسبة للممارسة المحاماة والكلام ده كله، بس بشرط إنك أنت تعمل بالمحاماة. ليه؟ عشان اللي انت هتجيبه ده ورصيدك في البنك ده هو ده اللي انت وقت ما تعوزه هتلاقيه. لكن في ناس بياخد كارنيه وبس، وما يعرفش النقابه فين، ما يعرفش النقابه فين، عشان تبقى انتوا فاهمين. وبيجي ساعه المحكمه لما تكون عايز هو حاجه، عايز تحليل، عايز امراض، عايز مش عارف ايه ايه، اول واحد بيروح وما يدخلش جنيه للنقابه، جنيه للنقابه ما يدخلوش غير رسم الاشتراك. فهو ده حقك، لازم تحافظ عليه، لازم تحافظ عليه. فعلشان كده الموضوع مستحسن، وانتوا رجال قانون وفاهمين، انت بتروح تقف وانا بقى اقف معاك وراك، انت بتدخل ايراد وبتاخد كل اللي انت عايزه بالنسبه للحاله اللي انت عايزها. طب انا ما بشتغلش في المحاماه وما بدخلش ولا جنيه، وبقى اقول لك انا عايز كذا وجايب تقارير وجايب حاجات تحاليل وجايب حاجات كتير، ومش ينفع، ينفع حد ياخد ده؟ انتوا بتجيبوا حقوق المجتمع، بتجيبوا حقوق المظلومين، مش هتعرف تجيب حقك ازاي يعني؟ ده
لازم تبقوا انتوا فاهمين الكلام ده كويس. انا مش هنطول بقى، احنا هنتكلم كلمتين اخرين عشان الساحل هيتكلم معانا كلمتين ونستنى. احنا بقى من النهارده انت هتخرج، هتخرج اول ما هتتعامل مع الايه الشرطه، وهتتعامل مع النيابه، وهتدافع الاول. خلي بالك وانت جدول عام برضه لسه العمليه مش يعني احنا الست اشهر دول بتوع المعهد دول هم الاساس، هم الاساس. انت جدول عام، هم الاساس اللي هيأيدوك قيد ابتدائي، هم الاساس اللي هيقرروك تتعامل وتحضر في المحكمه رسمي. الكارنيه بتاعك ابتدائي هتحضر رسمي، فعشان كده لازم تبقى انت حريص على معهد المحاماه. خلي بالك في حاجة مهمة جدا، في ناس زيكم ومن قبلكم، المفروض احنا مدة الجدول العام كام؟ قد ايه؟ سنتين. سنتين وايه؟ سنتين وست اشهر. سنتين وست شهور تكون انت اتأيدت جدول عام ابتدائي بتاخد. ده بقى بيعمل ايه؟ احنا اللي بنعمله، احنا بقى المعهد اللي بنعمله. بيجي يحضر المعهد وبيخلص الدورة، واحنا بنديهم بنبعت للإدارة ان هم ايه والسيستم ان الدورة دي اجتازت الدورة لمدة شهور بنجاح. بعد ما احنا بنكون امتحنا وعملنا كل حاجة، الكشف اللي انا بعمله ده والنتيجة ده امتحان، والنتيجة اللي انا بعملها دي وبعمل بيها كشف وابعته للنقيب وابعته المهندس محمد صبحي اللي هو بتاع السيستم عشان يدي الاداره ان هي ايه تقول لهم الدفعه دي اجتازت المرحله وادي الاسماء بتاعتهم. تروحوا بقى تعملوا ايه؟ تنقلوا القيد للجدول العام الابتدائي. طب ما حصلش الكلام ده والسنتين وست اشهر عدوا باسبوع او باسبوعين، خلاص اتنقلت الجدول غير المشتغل. جدول غير مشتغلين يعني مش محامي، وهتروح تجيب نقابه للتاني وهيقول لك هتتأيد جدول عام ابتدائي وتدفعوا جدول العام ابتدائي تاني، ويكون المدة ايه عدى منها اسبوع او يومين. لازم تبقوا حريصين على الكلام ده كويس قوي، عشان كده بنتكلم في قانون المحاماه. ده مهم جدا، وده معلش الظاهره اللي هو الجدول العام اللي بيحصل فيه كده، اللي بتنقل الجدول اللي بنشتغل. هنسمع الاستاذ يحيى وبعدين نحدد اليمين. ربنا عليك توكلنا واليك نبنى واليك المصير، صدق الله العظيم. اهلا ومرحبا بكم محامين ومحاميات، فضلاء وأجلاء في نقابة المحامين قلعة الحريات. والأستاذ حسين الجمال معالي الأمين العام تناول أشياء كثيرة، فأنا مش عايز أطول على أساس يتم حلف اليمين إن شاء الله. وأنا بعتبر أن هذا اليوم من أعظم الأيام سموًا وإخلاصًا أن نلتقي بكم في نقابة المحامين في أول عهدكم بالمحاماة بعد أداء اليمين القانونية إن شاء الله. والمحاماة هي مهنة العظماء ومهنة الفضلاء، وفي الماضي يحضرني واقعة قبل ثورة 23 يوليو التي تؤكد أن المحاماة لم ينفصم عراها إلا في هذه الأيام، لكن المحاماة كانت عظيمة وأتمنى أن تظل عظيمة. قبل ثورة 23 يوليو كان رئيس وزراء مصر بطرس باشا غالي، وأصدر عدة قرارات ضد المصريين عموماً، وكانت تضر بمصر والمصريين، وكان نقيب المحامين في ذلك الوقت مرقص حنة،
وكلاهما مسيحي. انظر إلى العظمة التي تبرهن بها هذا العنوان. ومرقس حنا وبطرس باشا غالي رئيس وزراء مصر ونقيب محامين مصر أنذروا أن يلغي هذه القرارات خلال 3 أيام، ومجلس نقابة المحامين منعقد وفي انعقاد مستمر حتى إلغائها. فرفض رئيس الوزراء أن يلغي هذه القرارات. بعد 3 أيام خرج مرقس حنا نقيب المحامين بمحامين مصر يرتدون أروابهم السوداء إلى قصر عابدين، وحصلت جمهرة ومظاهرات، وتم القبض على مرقس حنا أمام قصر عابدين، وفتح باب الترشيح باعتباره أنه خلى بالقبض على نقيب المحامين. إلا أن محامين مصر العظماء تقدموا لتقديم أوراق النقيب المحامين، فرفضت اللجنة قبول أوراقه باعتباره محبوسا لأنه تم القبض عليه وفي داخل محبسه. طعنوا على هذا الحكم أمام مجلس الدولة المصري، وقضت مجلس الدولة بقبول أوراقه وقبلت أوراقه وأجريت الانتخابات، وفاز مرقس حنا نقيبا للمحامين مرة أخرى. هي العظمة للمحاماة وللمحامين. لن تكون لنا باع ولا عود ولا قوة إلا بكم أنتم محامون أعضاء الجمعية العمومية. نتمنى أن تعود المحاماة إلى عهدها السابق حتى نستطيع أن المحامون يستطيعون قيادة الدولة بحالها. المحامي يصلح أن يكون وزيرا وأن يكون قائدا وأن. فبالتالي عليكم أن تعتزوا بأنفسكم وتتمسكوا بالمحاماة والقيم، وعليك أن تتدرب عند محامي مشهود له بالكفاءة والأمانة. أما المحامي اللي هو شمال اللي بنقول عليه إحنا ده مش هيدربك ولا هيعلمك أي حاجة، فتختار محامي تتدرب عنده مشهود له بالكفاءة والأمانة حتى تستطيع أن تخرج من مكتبه محامياً عظيماً عزيزاً قوياً، وبالتالي تستطيع أن يكون لك مكتب تمارس فيه مهنة المحاماة. والدستور المصري في تعديله الأخير هناك نصوص لحماية المحامي. بعض المحامين يقول لك احنا بنروح القسم نتخانق مع ضابط شرطة يقول لك حطوه في الحجز. انت محامي معك ورقة وقلم تستطيع ان تدلل بأنك محاميا قويا، ولا يستطيع ايا ما كان ان يقبض عليك او يودعك في حجز، لان المحامي كما قال الامين العام انه فعلا من اعظم فئات المجتمع. وبالتالي المحامي أنا بعتبر أن المحامي أحسن من أي ضابط شرطة أو وكيل نيابة، لأن المحامي له بيتسلح بكل فروع القانون. وبالتالي أنا يعني أندد وأشدد وعلى أيديكم أن تراجعوا جميع الفروع القانون، والمحامي يجب أن يكون متسلحا بالتاريخ والجغرافيا وكل أنواع العلوم، لأن المحاماة كما قلنا هي مهنة الشرف والعظمة. وبالتالي عليكم جميعا أن تكونوا عند هذا الوعد. والمادة 198 بتقول إيه بقى؟ المحاماة من الدستور المصري أصبحت مدسترة قانونا. المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع، يمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الإدارات القانونية بكافة الحصانات والامتيازات الواردة في جميع القوانين. طب انت عايز حصانة اكتر من كده؟ عايز حماية اكتر من كده؟ ما تخافش من اي مكان تروح اسم الشرطة في النيابة في المحكمة. عليك ان تتمسك بالقانون، ودون ان تكون واعيا للقانون وفاهما للقانون لن تكون محاميا ابدا على الاطلاق. انني اعتز بكم جميعا اخوتي الاعزاء، وكنت اود ان اتحدث اليكم طويلا، ولكن اعتقد ان القاعة التكييف شكله مش عاجبني برضو. وبالتالي احنا فعلا في هذا اليوم العظيم سعداء ان احنا التقينا بحضراتكم، ونسعد اكثر
في أن نلتقي بكم في معهد المحاماة في كل المحافظات، لأن احنا بنحضر في المحافظات كلها، بيبقى في مواعيد محددة لكل محافظة. وبالتالي أقول لكم اليوم بملء الفاء، لكم في الكفاح من ماض عزيز، ولكم في المستقبل أمل عريض، ولكم في الحاضر بسمات تنير السبيل، وتلك سمات وبشريات تنعم القلوب بالآمال، وتزكي فيه أشراق الحب وما أقدسه، ونورانيات الصفاء وما أجملها، لمحامي مصر جميعا لكم كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده مش بعد كده يعني اللي يطلع من هنا يطلع يعني ايه، ما يبصش وراه، بص قدامه على طول. عايزين المحاميه، وعايزين عايز اقول لكم حاجه بسيطه. انتوا عارف اغنى لما بيجوا بيتقال يعني بيقول لك اللي ايه، مين اغنى رجال الاعمال او مين اغنى فئات في المجتمع؟ يقول لك المحامي. هو المحامي، ايوه ده حقيقه. ما هو انت لازم تبقى عارف يا استاذ، لازم تبقى عارف احنا بنقول الكلام ده، احنا بنقول الكلام ده لان احنا عشناه وعايشين زيكم كده. ما احنا كنا جدول عام الاول زيكم كده، وبعدين ابتدائي، وبعدين استمرينا لغايه النهارده. احنا فعلا بنقول الكلام ده لان الكلام ده كلام صح، الكلام ده كلام واقع فعلا. اغنى الناس المحامين، عشان يبقى الكلام واضح يعني. مساله كده مش كلام، لا ده واقع بيتقال يعني. بس احنا ايه بقى، احنا اخلصنا من المحاماه، واخلصنا للخطب ربنا وضميرك. خلي بالك المحامي معلش رقيب خالص، الا ربنا سبحانه وتعالى وضميره، هو ده اللي هيحاسبك. وده لما تتحاسب اقوى من حساب اي جهه، لان في حاجه مهمه انت مش عارفينها. انتوا تتخيلوا ان المحامين دول هم منوط بيهم كل فئات المجتمع، مسؤولة عنهم مسؤولية كاملة. وعشان كده بنقول لازم يبقوا قريبين من ربنا. ليه؟ لان كل محامي بيبقى موكل، الراجل بيوكلك انت، عنده اسرته بتقولك تاخد توكيل، ما بقولك ايه، المحامي بتاع الاسره، المحامي بتاعي، راجل اعمال ويقول لك المحامي بتاعي، المحاميه بتاعتي. فاذا كل فئات المجتمع احنا مسؤولين عنه بحكم القانون، بحكم القانون، لان انت الوحيد. المحامي بيوكلك في جنحه، بيوكلك في جنايه، بيوكلك في اي واقعه ايا كانت. طيب المحامي بيوكلك في راجل عنده مثلا 500 فدان، راجل عنده وشن، وبيعمل لك توكيل، انت حضرتك يعمل لك توكيل، ويعمل لك توكيل ولك حق التصرف بالبيع لنفسك والغير. كده التوكيل كده. تخيل بقى انت كمحامي تملك انك تتصرف في كل الامور دي، العقارات دي كلها والبنوك دي كلها لنفسك وللغير. طب هو عامل لك التوكيل ده ليه، او عامل لك التوكيل ده ليه؟ لانه هو واثق فيكم، لانه هو واثق فيكم، والقانون قال الثقه دي فيكم فعلا، وعلشان كده اداك انك انت تتصرف زي ما انت عايز. وعشان كده من ربنا سبحانه وتعالى الرقيب علينا في كل صغيره وكبيره. وفي نفس الوقت انتوا ملكوش مرتبات، انت لك أجر عند ربنا، أتعب عند ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. اللي هو إحنا بقى بيجينا حقنا وأتعبنا من عند ربنا. نبدأ بقى نحلف. اتفضلوا قوموا، اتفضلوا اتفضلوا. عايز اقول بس كده قبل بعد حلف اليمين ما حدش يخرج.
خالص، لان احنا هنسلم البطاقه في ثواني، كل واحد قاعد مكانه. طبعا انتوا عارفين انا لسه بقول الحلف في اليمين والقسم، والقسم ده شرط اساسي للقيد في نقابه المحامين، وشرط اساسي لقبول اوراقك في نقابه المحامين، وعلشان كده هو اساس، هو اللي بنعمل له اعلان، هو اللي بنعمل له الموقع، هو اللي بنعمل له اعلان على مستوى الجمهوريه والعالم، اللي هو ايه؟ القاسم. انت بتيجي تقدم شهاده الميلاد وشهاده الجامعه وما اعرفش ايه والكلام ده كله، ما حدش يعرف عنك حاجه. وشهاده تعليم مفتوح يجي الدنيا ما فيش كلام فاضي. لكن اللي بيعلن القاسم، اللي بيعلن حلف اليمين. يعني ده عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنحلف قدام ربنا وهيحاسبنا، وضميرنا هو اللي هيحاسبنا. وعشان كده انا باكد قوي 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 لازم يبقى في علاقه وطيده بيننا وبين ربنا، لازم. سر النجاح، واقسم بالله سر النجاح، وانا بقوله انا هو الاستاذ واقع عشناه وعايشينه، بل بالعكس انتوا هتبقوا احسن منا، لان احنا زمان كان الفلوس كلامس كده، انما النهارده بقت كلها دولارات، فالمفروض يعني يبقى نقول مش اثرياء بس. هنعمل بقى الايه؟ القسم طبعا انتوا ما شاء الله شباب، واحنا مش عايزين ايه برضو قسم يبقى ما تهزش القاع يعني، بس احنا عايزينك تهز القاع، لانك انت بتعمل تحلف قسم ده نابع من ارادتك، نابع من جواك، نابع من ضميرك، نابع من انت بتقوله لوجه الله سبحانه وتعالى، وبتقول وخلي بالك القسم مش كلام بيتردد، لا، كل كلمه وكل حرف في القسم هي ده، هي دي المحاماه، هي دي رساله المحاماه، هي دي العلاقه اللي بينك وبين ربنا، هو ده اللي هنتحاسب عليه. نبدا. اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. مبروك إن شاء الله.